مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أحبابي طلاب الصف الثامن، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. عنوان درسنا اليوم إن شاء الله سيكون بعنوان التشبيه، وهو درس يتبع فرع البلاغة. هيا بنا لنبدأ في درس اليوم. السؤال يقول: حدد وجه الشبه بين الصورتين. تأمل معي أيضا هاتين الصورتين: طائرة تحلق في السماء، وهذا النسر الذي يحلق في السماء. ما وجه الشبه بين الصورتين؟ وقلنا أن وجه الشبه هو الصفة المشتركة بين الصورتين. هنا الطائرة تحلق في السماء، وهنا أيضا هذا النسر يحلق في السماء. إذن الصفة المشتركة نقول: الطائرة مثل النسر في التحليق. الطائرة مثل النسر في التحليق. هيا بنا لنبدأ في درس اليوم. الهدف الأول أن يتعرف الطالب أركان التشبيه بشكل سليم. أن يتعرف الطالب أركان التشبيه بشكل سليم. ما هو التشبيه؟ ما هو تعريف التشبيه؟ التشبيه هو أسلوب يدل على مشاركة شيئين. الشيئين هما المشبه والمشبه به، مثل الطائرة والنسر، في صفة واحدة. الشيئين المشبه والمشبه به اشترك في صفة واحدة بينهما، اشترك في صفة واحدة بينهما أو أكثر، وهذه الصفة التي تشترك بين الاثنين تسمى وجه الشبه. إذن فالتشبيه هو أسلوب يدل على مشاركة شيئين المشبه والمشبه به في صفة واحدة مشتركة بينهما أو أكثر، وهي وجه الشبه. أركانه أي مما يتكون التشبيه. إذا أردت أن تكون جملة بها تشبيه، فما هي أركان وما هي مكونات هذا التشبيه؟ المكون الأول لابد أن تحوي تلك الجملة على المشبه. المشبه مثل كلمة الطائرة. أداة التشبيه مثل الكاف أو مثل أو كلمة يشبه أو كأن. المشبه به مثل النسر. وجه الشبه وهي الصفة المشتركة بين الاثنين كقولنا في التحليق. من أدواته، من أدوات التشبيه هي الكاف مثل كأن ويشبه. تعالوا بنا لنتأمل هذه الأمثلة. يقول: حدد أركان التشبيه في الأمثلة التالية: وجهك كالقمر نورا. وجهك كالقمر نورا. تعالوا بنا أحبابي طلاب الصف الثامن نحدد معا أركان التشبيه في هذه الجمل. كلمة وجهك مشبه، ك أداة تشبيه، القمر مشبه به، نورا وجه الشبه. إذن تعالوا لنستنبط بعض الأمور. أولا المشبه يأتي أولا، والمشبه به يأتي ثانيا، وأداة الشبه تكون بينهما، بين المشبه والمشبه به، وهي الكاف. هنا في هذا المثال أداة التشبيه هي الكاف. أما وجه الشبه يكون آخرا، في آخر الجملة أو في آخر أسلوب التشبيه. في المثال التالي يقول: وجهك قمر. وجهك قمر.
قلنا هنا وجهك كالقمر نورا، وهنا نقول وجهك قمر، هذا أيضا تشبيه، نقول وجهك مشبه وقمر مشبه به. أسمع طالبا الآن يقول: يا أستاذ، هل يمكن أن يكون هناك تشبيه لا يوجد به أداة التشبيه ولا يوجد به أيضا وجه الشبه؟ الإجابة نعم، يمكن أن يكون لدينا تشبيه لا يوجد به أداة تشبيه ولا يوجد به وجه شبه، فهذه الجملة تشبيه بها فقط، مشبه ومشبه به. المثال التالي: قلوب بعض الناس كالحجارة في القصوة. قلوب مشبه، ك أداة تشبيه، الحجارة مشبه به، في القصوة وجه الشبه، تمام؟ يبقى هنا شبه القلوب، قلوب بعض الناس، بالحجارة، ووجه الشبه الصفة المشتركة ما بين القلوب وبين الحجارة هي القسوة. تدريب، تعالوا بنا لنجيب عن هذا التدريب. لدينا الآن ثلاثة أمثلة نريد أن نحدد فيها أركان التشبيه: الجندي المسلم كالأسد في الشجاعة، أو الجندي المسلم كالأسد شجاعة، المشبه الجندي. وأداة التشبيه، ها طلاب الأحباب، ها من يستنبطها سريعا؟ نعم، الكاف، أحسنتم. المشبه به، بماذا شبهنا الجندي؟ بالأسد، أحسنتم، كالأسد. وجه الشبه، ما هي الصفة المشتركة بين الاثنين؟ الشجاعة. الجندي المسلم كالأسد شجاعة. الجملة الثانية: قطر جنة. قطر جنة، المشبه كلمة قطر، وأين المشبه به؟ كلمة جنة، أحسنتم. طب أين أداة التشبيه؟ لا توجد أداة تشبيه، لدينا فقط مشبه ومشبه به. طب أين وجه الشبه؟ لا يوجد وجه شبه في هذه الجملة. الأمير كالبحر في العطاء. يلا أنتم أجيبوا على هذا السؤال: الأمير كالبحر في العطاء، قلنا أن المشبه يأتي أولا والمشبه به يأتي ثانيا، وأداة الشبه تكون بينهما، أداة التشبيه تكون بينهما، ووجه الشبه يكون في النهاية. ها طلاب الأحباب، أوقف الفيديو وفكر في المثال وحدك. أحسنتم، الأمير مشبه وأداة التشبيه الكاف، والبحر هي المشبه به، والعطاء هي وجه الشبه. تعالوا الآن لنجيب عن هذا التدريب: صنف الجمل التالية إلى جمل تحوي تشبيه وجمل لا تحوي تشبيه. كما ترون أحبابي الآن، هذه عشر جمل يوجد بها جمل تحوي تشبيه وجمل لا تحوي تشبيه. نريد أن نصنف هذه الجمل، الجمل التي بها تشبيه نضعها هنا، والجمل التي لا تحوي تشبيه نضعها هنا في هذا المكان. هيا بنا نأخذهم واحدة واحدة. الطفل قمر، ها تشبيه أم غير تشبيه؟ تشبيه. فأنتم الزيتون أخضر، هل نستطيع أن نقول أن الزيتون كالأخضر؟ لا، هذا ليس تشبيه. الأم مدرسة، إذا أردت أن تعرف هذا تشبيه أم لا، ضع حرف الكاف في المنتصف، يعني قل الأم كالمدرسة، تصير تشبيه أم لا تصير؟ تصير، تحولت إلى تشبيه. يبقى الأم مدرسة تشبيه. الأرض كروية، ها تشبيه أم لا؟ الأرض كالكروية لا تصح، إذن ليست تشبيه. وطني قطر، ليست تشبيه. السيارة كالريح في السرعة، نعم، لأن فيها حرف الإيه؟ حرف التشبيه أو أداة التشبيه الكاف. الفتاة كالزهرة في الجمال، إذا وجدت الحرف الكاف فاعلم أنه تشبيه فورا. فلسطين جميلة، هل نستطيع أن نقول فلسطين كالجميلة؟ لا تصير. محمد ذكي، أيضا ليس التشبيه. الشمس صفراء،
تشبيه أم غير تشبيه؟ لا، لأن هذا كلام طبيعي. خالد كالأسد في الشجاعة، ك توجد. ها، تشبيه أم غير تشبيه؟ فكروا. نعم تشبيه، أحسنتم. الحياة كنز، نستطيع أن نقول أن نقول الحياة كالكنز. أحسنتم، بارك الله فيكم. تعالوا لنرى الإجابات. بارك الله فيكم، أحسنتم. الهدف الثاني أن يميز الطالب أنواع التشبيه بطريقة صحيحة. أنواع التشبيه، هل للتشبيه أنواع يا أستاذ؟ نعم، التشبيه له أنواع وهو نوعين فقط. التشبيه المفرد وهو ينقسم إلى نوعين، تشبيه تام وتشبيه بليغ. يبقى نحن لدينا الآن التشبيه المفرد ينقسم إلى نوعين، تشبيه تام وتشبيه وتشبيه بليغ. طيب سريعا، ما هو التشبيه المفرد؟ هو ما كان وجه الشبه فيه صفة أو صفات اشتركت بين شيئين، صفة أو صفات، في توجد مجموعة صفات اشتركت بين هذين الشيئين وهما المشبه والمشبه به، مثل الماء مثل المرآة في الصفاء، الماء مشبه، مثل أداة تشبيه، المرآة مشبه به، الصفاء وجه الشبه، هذا تشبيه مفرد. المنشد مشبه كأنه أداة تشبيه، البلبل مشبه به، عذوبة صوته، هذا وجه الشبه وهي صفة مشتركة بين المنشد والبلبل. من أنواع التشبيه المفرد التشبيه التام، هو الذي توافرت فيه أركان التشبيه الأربعة، مشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. مثاله: حاتم كالبحر في العطاء، حاتم كالبحر في العطاء. إذا نظرت إلى هذا المثال تجد فيه مشبه ومشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. حاتم مشبه، أداة التشبيه الكاف، المشبه به البحر، العطاء وجه الشبه. إذا كل الأركان موجودة في هذا التشبيه، فهذا تشبيه تام. قول أبي العلاء المعري: رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أسود الطيلسان. معنى البيت أنه ربما هناك ليل، يأتي ليل على الناس، هو جميل بصفاء جوه وبطيب ريحه، كان هذا الليل أسود، يعني يوجد فيه الظلمة، فيقول رب ليل كأنه الصبح. شبه الليل هنا بالإيه؟ شبه الليل بالصبح، ليل مشبه كأنه، هذا التشبيه، الصبح مشبه به، في الحسن، الحسن وجه الشبه. تمام؟ إذن هذا تشبيه تام. النوع الثاني من التشبيه التشبيه البليغ، وهذا النوع هو أعلى درجات التشبيه المفرد بلاغة، ويعرف بأنه تشبيه حذفت منه الأداة ووجه الشبه بغرض زيادة الأثر البلاغي للصورة وبيان تطابق صفات المشبه والمشبه به. مثاله: قولنا أنت أسد، البنت قمر، الأم مدرسة. تكون من كلمتين فقط، مشبه ومشبه به، لا توجد أداة تشبيه ولا يوجد وجه الشبه. فإنك شمس، شبه الموضوع الممدوح بالشمس، والملوك كواكب، شبه الملوك بالكواكب، مشبه ومشبه به. إذن هذا النوع يسمى تشبيه بليغ. ميز التشبيه في الجمل التالية ثم بين أثر كل منهما في المعنى. هذه الأمثلة، سنميز التشبيه ونبين أثره في المعنى. قال تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار أي السفن الجارية، سفن التي تجري في البحار، جمع الجوار جمع جارية. كالأعلام أي كالجبال، أي كالجبال. طيب، هذا النوع يوجد به مشبه ومشبه به وأداة شبه، تمام، وأداة تشبيه. ماذا يسمى هذا النوع؟ يسمى تشبيه. نسيت أن أقول لكم أن التشبيه ما فائدته، ماذا نستفيد
في كلامنا أن نشبه شيئا بشيء. أثره في المعنى، وهذا ما نسميه الأثر في المعنى، أنه يبين الحالة المراد تقريرها. ربما نشبه شيئا بشيء، ربما نشبه شيئا بشيء لنزين المشبه أو نقبحه، اللي هو الجزء الذي يأتي أولا. إما أن نزينه بأن نشبهه بشيء حسن، أو نقبحه بأن نشبهه بشيء قبيح. وذلك الفائدة التي تعود علينا أنه يزيد المعنى قوة ووضوحا، تمام؟ ولذلك في الأثر في المعنى، لما عندما نجيب على أي سؤال نقول أنه يبين ويوضح كذا كذا كذا، يبين ويوضح الصفة المشتركة ما بين الشيئين. هنا وله الجوار المشاهد في بحر كالأعلام، تشبيه الأثر في المعنى، قلنا بقى يبين ويوضح ما الصفة المشتركة بين الأعلام اللي هي الجبال والجواري اللي هي السفن الضخامة. الجبال ضخمة والسفن أيضا ضخمة، ضخامة السفن التي تسير في البحر. إذن يبين ويوضح ضخامة السفن. قال سعد بن محمد التميمي: أنت نجم، أنت نجم الدين في أهل التقى، مشرق عال بهيج في النظر. النوع هنا تشبيه بليغ، أنه قال إيه؟ أنت نجم، تمام؟ أنت نجم، مشبه ومشبه به فقط. الأثر في المعنى يبين ويوضح جمال الممدوح وشهرته، حيث شبهه بالنجم. ما الصفة المشتركة بين هذا الرجل والنجم؟ النجم يعرفه كل الناس، إذن هذه الشهرة. والنجم أيضا جميل، يبقى يبين ويوضح جمال وشهرة الممدوح. في الختام دعونا نلخص هذا الدرس. اذكر أركان التشبيه. أركان التشبيه كما قلنا أربعة: مشبه، وأداة التشبيه، ومشبه به، وأخيرا وجه الشبه. السؤال الثاني: ما هي أنواع التشبيه؟ التشبيه ينقسم إلى نوعين. التشبيه المفرد ينقسم إلى نوعين: تشبيه تام وهو الذي ذكرت فيه كل أركان التشبيه، أو تشبيه بليغ وهو المكون من مشبه ومشبه به فقط. ما هو أثر التشبيه في المعنى؟ أثر التشبيه في المعنى أنه يبين ويوضح أو يزيد المعنى قوة ووضوحا، يزيد الصفة المشتركة قوة ووضوحا عند المشبه. هذا هو أثر التشبيه في المعنى، تمام؟ إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.